دشنت شركة نفط الكويت ممثلة بمجموعة عمليات الغاز مشروع خطوط ربط الغاز من منشآت المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بمجمع الزور النفطي مع شبكة خطوط الغاز التابعة لها والتي تغطي جميع مستهلكي الغاز النحيل في دولة الكويت. وقال مدير مجموعة عمليات الغاز في نفط الكويت إن هذا التدشين يأتي ثمرة جهود الكثير من العاملين في القطاع النفطي الذين عملوا خلال السنوات الماضية على إتمام هذا المشروع الحيوي.